اهلا يا سيسي. مات الكلام يا كتاوي. ولسه ما شفتوش قساوه البرنس سيد كتاوي. ومين هو بقى سيد كتاوي؟ مش قلنا خلاص عيلته بقيت واد مجدع؟ تعمل لي فيها ناشط سياسه يا امك. سيد رايح فين يا سيد؟ سيد تسلم القياده يا ابو سيد. اللي اتلسع من شبرا بينفخ في المعادي ده كده ما يبقاش فارك، ده بقى ممدوح فارك. كلنا ننتحر ما عدا انا بس اقعد هنا. الزق فيها يا ابن الملزق. معاك منديل ولا هتمسح في كمك؟ تحب اجيب لك الحبايه اللي مكتوب عليها هدي السرعه شويه؟ هي امك عايزه من الواد سيد. علي نعمل واد ضم ودعاله في ليله الاجل. مش هنخلص بقى من الاشكال الوسخه دي النهارده. جيب من الاخر، جبت كام واحده وانا في السجن يا سيد؟ يا بركه دعاك يا امه، نهارنا فل ان شاء الله. انا حامل. اخلصي. ايوه. انتش على مستوى المرحله. ده انا مهمش من المهمشين. مين ما لهمش امان؟ النسوان والاخوان. تصدق خساره فيك يا حبيبي، اللي باعك بيعه وانت كسبان. بلد مش ناقصه قلق يا سيد. ورحمه امي، الواد ده لو شفته لقتله. انت فين يا ابراهيم؟ والدنيا فيها ناس يا ناس بتزلها الحاجة، وابن الحرم أصله ما خلاش لابن الحلال حاجة، وناس على جثث الناس بتعيش، وناس أساتذة في التكويش، وناس على جثث الناس بتعيش، وناس أساتذة في التكويش، وناس تخاف ولا تختشيش، وناس من الظلم ما تتعب.